السلام عليكم، مساكم الله بالخير، نرحب فيكم، نتشرف وجودكم معانا والأخوة القادة في الجيش والحرس الوطني والشرطة وزارة الداخلية. ونحب ننوه أن أول شيء سعادة الفريق كان في التزام في المطار لتوديع سيدي معالي نائب رئيس وزراء وزير الداخلية قادر بالسلامة لمهمة رسمية، والآن سعادة الوكيل باتجاهنا إن شاء الله، فنأسف على التأخير الخارج عن إرادتنا جميعا. اثنين، نود أن ننوه بعد البرنامج وبعد الاحتفال اللي راح يستغرق 45 دقيقة، وندري اليوم خميس وقريب على الفالنتاين دي، فاليوم مدعوين كلكم على الغداء إن شاء الله في نادي الضباط اللي في القوات اللي هني عندنا، فاقتضى الأمر اللي ملتزم ولا وراء ارتباط ولا كذا ما يشوف شر، ولا وده يقعد معانا يشرفنا، ففي غدا على شرفكم وعلى شرف الأخوة من دولة الإمارات الشقيقة، وعلى فرق الإخوان في المقاوير وفي الحرس الوطني وفرقنا في الوحدات في القوات الخاصة، وشكرا. جواب البيبان سكر. آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الرائد عبد الرزاق العصفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. قصيدة يلقيها الرقيب
دامي الظفيري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحك الله بالخير سعادة الفريق، ونشكرك الله يصبحك بالخير. حما تقدينا لحد الحين. نقول بيض الله وجهك على الدعوة الكريمة اللي جمعتنا بضيوف الكرام، وخير من يمثل دعوتك أخوانك وأبنائك اللي وراك تستاهلون. أمانة تسمح لي أقول أمدح الطيب ومد الشاذلية، يوم مدح الطيب قد حداني، يوم مدح الطيب قد حداني. أقول أمدح الطيب ومد الشاذلية، يوم مدح النشامة حداني، صباح الأحمد قايد الإنساني أمير السياسة في قصر دسماني. استاهل صباح الأحمد يا قايد الإنسانية أمير السياسة في قصر دسماني، ونواف الأحمد فخر كويتية شيخ التواضع وصادق لساني. وسلامي على رجال الإماراتية أعيال زايد بالمواقفك حيلاني. استهلون سلامي على رجال الإماراتية عيال زايد بالمواقفك حيلاني، واثني سلامي على المغاوير الشمالية هم دروعنا اليغز والعدواني. وسلامي على المغاوير الشمالية هم دروعنا اليغز والعدواني، وحرس حرس وحرس حرس يا رجال السنافية حماة الوطن والأهل والأخواني. حرس حرس يا رجال السنافية حماة الوطن والأهل والأخواني، وربعي يا ربعي لجنة الصجية، وربعي يا ربعي أصارة الصجية، نحرق عدونا بنار بركاني. وربعي يا ربعي أصارة الصجية، نحرق عدونا بنار بركاني. جرمن سعد اللي أثارت الهية جروحه متعرف الحضر والبدواني. جرمن سعد اللي أثارت الهية جروحه متعرف الحضر والبدواني. وأبو فهد يوم القوات الصدامية، وأبو فهد اليوم قوات الصدامية يشهد لها التاريخ والميداني. وسليمان الفهد يا مسك الختامية، وسليمان الفهد يا مسك الختامية تستاهل منصب يطير صبحاني. وسليمان الفهد يا مسك الختامية تستاهل منصب يا طير صبحاني. وسلامتكم وسامحونا من قصور. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. سعادة وكيل وزارة الداخلية الموقر فريق سليمان فهد الفهد، سعادة وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبد الرزاق رفاعي، سادة الضباط حضورنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر الإدارة العامة لقوات الأمن الخاص حضوركم حفلنا هذا، وهو حفل ختام مسابقة النخبة العالمية رقم 4، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. سيدي ممثل راعي الحفل، إن الإدارة العامة لقوات الأمن الخاص تسعى دائماً لتطوير الدعم لمنتسبيها في مختلف الاختصاصات، ومنها مكافحة الإرهاب. ومن هنا جاءت فكرة مسابقة النخبة رقم 4، وتشمل على دائرة أكبر من فرق ومكافحة الإرهاب المشاركة إقليمياً وخارجياً، بعدما كانت مقتصرة على فرق إدارة الوحدات الخاصة. وتم دعوة نظرائنا في الجيش الكويتي والحرس الوطني ودول مجلس التعاون الخليجي كخطوة أولى، وبعدها للعالمية بالسنوات المقبلة بإذن الله. ولا يخفى على سيادتكم ما يقدمه هذا النوع من المسابقات إلى رفع كفاءة العنصر مكافحة الإرهاب من ناحية اللياقة البدنية والرماية التكتيكية والعمل تحت الضغط في وقت قياسي، ومن جانب آخر تحقق التنافس الشريف بين الفرق وإثبات كفاءاتها واحترافيتها. ومن الناحية التنظيمية، فقد شارك أكثر من 110 عنصر في جميع اللجان التنفيذية لهذا الحدث، وباشروا أعمالهم قبل أكثر من 3 شهور، وبدعم من سعادتكم وسيادة الوكيل المساعد لشؤون الأمن الخاص والإدارة العامة القوات الخاصة. وقد امتدت المسابقة لمدة 2 أسبوع ما بين مسابقات جماعية وفردية بسيناريو يحاكي الواقع، ولقد شارك في هذه المسابقة عدد 8 فرق، 5 من وزارة الداخلية و1 من وزارة الدفاع و1 من الحرس الوطني و1 من دولة الإمارات العربية الشقيقة. ولقد أثبتوا استعدادهم وكفاءتهم واحترافيتهم في أرض الميدان. والآن يتفضل سيادة الوكيل المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء محمود الدوسري لإلقاء كلمته. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سيدي سعادة وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد، سعادة وكيل الحرس الوطني الفريق المهندس هاشم عبد الرزاق الرفاعي، الأخوة الوكلاء المساعدون والمدراء العامون، الأخوة ممثلين الأجهزة العسكرية، الأخوة وفد دولة الإمارات العربية الشقيقة، أكسب أفضل ما كسبناه في هذه الفترة الوجيزة ألا وهي 5 أيام هي هذا الجمع الطيب والانسجام والتعاون وإبراز المهارات والقدرات. وقد سرني ما شاهدت وسر كل من حضر هذه البطولة من تنافس شريف بأجواء محبة ومودة وفي إجراءات شفافية وفي إنصاف في التحكيم. وقد كان للأرقام القياسية التي حققها أبناؤنا من مختلف الفرق، سواء الفرق 5 التابعة للوحدات الخاصة أو فريق إخواننا في لواء المقاوير أو الوحدات الخاصة في الحرس الوطني أو إخواننا في دولة الإمارات العربية الشقيقة، الذين لبوا الدعوة مشكورين ولهم كل التقدير والاحترام على وجودهم فيما بيننا. احنا استطعنا ان نكون خلية واحدة، تجاوزنا عملية التعاون الى التكامل والى الانسجام، وان شاء الله تكون هذه النخبة النيرة من ابناء الوطن الافذاذ، هم درعا وحصنا وذودا عن الوطن وعن مكتسباته وعن قدراته وعن الحياض عن الخوض عن الذود عن هذا الوطن في حياض الوقع. لا يوجد كلام أفضل من كلام الله.
وقد دلت الآية القرآنية التي تلاها علينا المقدم على التعاون وعلى الإعداد والعدة، وكذلك قاموس العرب وهو الشعر العربي خير مثال أيضا على هذا الانسجام. أنا بس مجرد أن كلمتي عفوية ترحيبية فيكم، وأهنئكم يا طويل العمر أن لديك من الأبناء الأفذاذ وكذلك في قواتنا المسلحة، وإن شاء الله يكونون حصنا لهذا الوطن، وأن يحفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه، ويحفظ بلداننا في دول مجلس التعاون كافة إن شاء الله، ويعني ينصرنا على من عادانا ويرد كيد من يضمر لنا الشر. وشكرا على حضوركم تلبيتكم هذه الدعوة الكريمة، شكرا. والآن نترككم مع فيديو توضيحي للمسابقات للفرق المشاركة واللجان التي قامت على تنظيمها. Thank you.
يتفضل ممثل راعي الحفل بتوزيع جوائز للفرق والعناصر الحاصلين على المراكز الأولى والثانية في المسابقات. ممثل الإدارة العامة للعلاقات العامة إدارة الضيافة فليتفضل. الإدارة العامة لأمن المطار إدارة الأمن الداخلي فليتفضل. الإدارة العامة للمجالس إدارة العلاقات الدولية فليتفضل. ممثل الإدارة العامة للمباحث الجنائية إدارة جمع الإسلاح فليتفضل. مسابقات فردية مسدس تكتيكية الحاصل على المركز الأول تركي فلاح الحرس الوطني فليتفضل. المركز الثاني حمد البناي الوحدات الخاصة. مسابقة القناصة حاصل على المركز الأول فهد المهنة من الوحدات فليتفضل. حاصل على المركز الثاني عواد المياس إدارة الوحدات الخاصة. مسابقة البندقية التكتيكية الحاصل على المركز الأول محمد تركي الحرس الوطني. الحاصل على المركز الثاني عبد الله القلاف إدارة الوحدات الخاصة. نتائج المسابقات الجماعية المسابقة الأولى إنقاذ الرهينة المركز الأول لواء المغاوير فليتفضل.
مسابقة الجماعية الثانية فتح الثغرة، الحاصل على المركز الأول فريق المرحوم عبد الرحمن سميط، فليتفضل. المسابقة الثالثة إنقاذ المصاب، الحاصل على المركز الأول فريق المرحوم عبد الرحمن سميط. المسابقة الرابعة الهجوم السريع، حاصل على المركز الأول فريق النخبة، فليتفضل. المسابقة الخامسة الموانع، حاصل على المركز الأول فريق العميد يوسف الهويدي من إدارة الوحدات الخاصة. ترتيب العام للمسابقات الجماعية، كأس التفوق العام المركز الثاني حصل عليه فريق النخبة من إدارة الوحدات الخاصة. المركز الثاني هو فريق النخبة، حصل على 62 نقطة خلال 5 مسابقات. فريق الحاصل على التفوق العام المركز الأول فريق المرحوم عبد الرحمن سميط من إدارة الوحدات الخاصة، وحصل على 74 نقطة.
نشكر اللجان المنظمة لهذا الحفل مسابقة النخبة رقم 4، واللجان تتكون من لجنة القضاة، فلتتفضل. لجنة التحكيم فلتتفضل. لجنة العمليات فلتتفضل. لجنة التجهيز العسكري فلتتفضل. لجنة العلاقات العامة فلتتفضل. لجنة التنظيم الخارجي فلتتفضل. لجنة التغطية الإعلامية فلتتفضل.
لجنة التجهيز الميداني. لجنة الإعاشة فتتفضل. تكريم ممثلين الفرق من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ممثل لواء المغاوير فليتفضل.
فريق الحرس الوطني فليتفضل. يتفضل ممثل راعي الحفل بإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في الحقيقة اعتد على القوات الخاصة واعتد على تمارينهم ومشاركاتهم سنوات طويلة، ولكن ما أسعدني اليوم هذا الجمع الطيب وهذه المشاركات حقيقة اللي الإنسان وكل قائد يفخر في هذا الجمع الطيب وهذه الشباب والروح المعنوية العالية، سواء من القوات الخاصة أو الإخوان في القوات المسلحة ممثلة في لواء المغاوير أو الإخوان في الحرس الوطني وكذلك إخوان في دولة الإمارات العربية الشقيقة. هذه المشاركة تسعدنا كثيرا وتجمع حقيقة الرؤى وتجمع حقيقة المعنويات العالية والإحساس بالمسؤولية وإحساس بالأمن، أمن أوطاننا كلها، أمن الخليج كله، وهذا حقيقة كله بجهودكم وكله بسواعدكم واهتمامكم في هذا الأمر واهتمامكم بالتدريب اللي هو العنصر الأساسي للتفوق والعنصر الأساسي في النصر في تحقيق كل المكاسب وفي كل المهمات. أنا أشكركم، أشكر من نظم هذه الدورة، وأشكر من أبدى أفكاره وتوجيهاته وأعطى هذه الروح والرغي في الأداء والاحترافية في تنفيذ هذه التمارين. كل الشكر لكم، كل الشكر للقادة المشاركين والمشرفين حقيقة من داخل القوات الخاصة أو المشاركين من الوحدات الثانية الجيش والحرس الوطني والأخوة الأعزاء من دولة الإمارات العربية الشقيقة. شكرا للجميع وقواكم الله، وإن شاء الله نتمنى إن شاء الله دورات أخرى تكون مشاركات أكبر وأعلى مستوى وجماهير وأعداد أكبر إن شاء الله. شكرا لكم. توقيعك على علم الدورة. مساحة فاضية. أي مساحة؟ أي مساحة؟ هذا أخذ عندي. خلوا العلم. إيه موجود. أكو علم باقي على ماضي تذكره؟ اللي حاطه بمكتبه. قلت له أنت ما تودي حق الوكيل. علي ما كلنا علي ماضي. التاريخ كم اليوم 16/2 امس فالنتاين، امس ولا قبل امس؟ اولا فالنتاين يوم ميلاد. احنا اليوم نحتفل طالما معاك مطاوعه. اي فالنتاين نحتفل اليوم طالما. مشكورين.